طفلة صغيرة يعني الغنية تقول إنه الأطفال جايين على هالدنيا مشان يعيشوا مو مشان يعني مشان الموت ويموتوا بالحرب وهيك شيء. لما كانوا عم يقصفوا كان في يجي كتير صوت تبع لما كانوا يقصفوا كان يجي صوت يعني كان بيخوف. أكيد يعني أنا عم بشتاق لأهلي ولأبي، هو كمان ضل بالقامشلي، وعم اشتاق لدروسي ولمركز يلي كنت عم بتعلم فيه. انا حابة اقول يعني للدول الاجنبية يعني يتفقوا مع بعض ويعني ينهوا هالولاد الصغار جايين على الدنيا مشان يلعبوا ويتعلموا وهيك شي يعني يعيشوا حياتهم.